بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن تحميل معلومات الشفاء. فكل آية معلومات خاصة بشفاء مرض محدد في القرآن. لكي نضمن نقل هذه المعلومات إلى مختلف خلايا الجسم لابد من وسيط، وأفضل وسيط لذلك هو الماء والعسل والزيت الزيتون. فهذه المواد مباركة وقد أودع الله فيها معلومات خاصة بالشفاء، ولكن إذا أثرنا عليها بصوت القرآن فإن مستوى الطاقة فيها سيزداد وسيخزن معلومات الشفاء وتنقلها أيضا إلى خلايا الجسم بشكل سهل. هذا يزيد من احتمالات الشفاء بإذن الله تعالى، والله أعلم.